ينضم إلينا من كييف مراسل الغد عامر العروقي. عامر، بداية، ماذا عن الاستعدادات الأوكرانية على ضوء ما كشفته الاستخبارات البريطانية وعلى ضوء تصريحات بوتين التصعيدية بالأمس أيضا؟ نعم كاترين، دعيني أبدأ فقط بما حدث قبل قليل، حيث قال عمدة مدينة خاركيف بأن المدينة تعرضت لهجوم صاروخي روسي نتج عنه انفجار هائل في المدينة، ولم تفصح الإدارة المحلية في هذه المدينة عن مكان الاستهداف داخل هذه المدينة. القوات الروسية حسب ما أعلن أيضا عمدة مدينة خاركيف تحاول قصف الخطوط الخلفية للجيش الأوكراني في هذه المدينة، خاصة وأن القوات الروسية تسيطر على منطقة أزيوم، وهي طريق المؤدي إلى منطقة سلافيانسك كراماتورسك بخمود. القوات الروسية تحاول السيطرة على هذا الطريق المسمى بإي سورك في هذه المنطقة. أيضا قالت صحف محلية أوكرانية صباح هذا اليوم بأن القوات الأوكرانية في جنوب البلاد استهدفت قاعدة عسكرية روسية بصواريخ هايمرز الأمريكية. بالعودة إلى الاستعدادات الأوكرانية، حسب ما أعلنت الاستخبارات البريطانية عن ربما موجة أخرى من التصعيد، حيث تتوقع تصعيد روسي على الجبهات الأوكرانية، النائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك مساء أمس حذرت سكان منطقة خرسون بإخلاء من هذه المنطقة تحسبا من الهجوم الروسي. القوات الأوكرانية ما زالت في هذه اللحظات تدفع القوات الروسية في التراجع على المحاور التي ذكرناها، وهي بخمود وكراماتورسك وسلافيانسك، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على الحدود الإداري لمنطقة لوهانسك ومنطقة ليستشانسك. أشكرك من كييف مراسل الغد عامر العروقي.